الفترة اللي فاتت من ساعة الثورة أنا بعيد شوية عن مصر، لعبت برا مصر كتير الفترة اللي فاتت. مجدي عبد الغني كلمني وقال لي على الفكرة وأنا حبيتها جدا، وأنا كنت متابع الجمعية من أنا بقالي حوالي 5-6 سنين مع الجمعية. لما عرفت ان هم عاملين معسكر التجهيز البدني وكده قلت ان اكتر واحد هستفاد منه، يعني الفتره اللي فاتت انا برده كنت مريح شويه، اثبتت للناس كلها ان انا بريء وما فيش اي حاجه في الناس اللي كانت بتطلع اشاعات عليا والكلام اللي بيتقال. والحمد لله لعبت بدل جوه مصر ولعبت بره مصر وخدت بدل البطوله 2 و3، بطوله اسيا لعبت، بطوله عربيه الحمد لله. يعني كل ده لو فيها اي حاجه من اللي هم بيقولوها دي اكيد كانت بانت وكان ظهر التاني. كان اختبارات طبعا في النادي الاهلي، كان عندي 11 سنه، كان والدتي كانت معايا الفتره دي، هي اللي كانت معايا في الاختبارات، واحنا كنا لسه صغيرين طبعا. قعدنا فتره كبيره نختبر في النادي الاهلي حوالي 3-4 شهور، كنا طبعا انت عارف الاعداد بتبقى بالالوفات، اعداد كبيره جدا. انا فاكر بعد مثلا 4 شهور كنا صفينا كلنا على 4 لعيبة، يعني طول عمري هبقى موجود جوه النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده يعني زي ما بتقول بيتي ومتربت فيه وعشت احلى ايام حياتي واحلى ايام طفولتي هناك في النادي الاهلي. علاقتي بالناس كلها الحمد لله علاقه كويسه جدا، الناس كلها، انا كنت ببقى في الكويت وكان كل فرقه بمستر مانويل كلهم كانوا بيسالوا عليا وبيكلموني، احنا كده اولاد النادي يعني دايما بنروح ونرجع ولينا بيتنا بنرجع ليه. الناس كلها بتبقى حوالي جنبك وانت واقف على رجلك في الملعب وجامد، طول ما يحصل لك دروب في حياتك هي دي سنه الحياه، لازم تتعود ان طول ما انت واقف على رجلك تطلب بحقك وتتكلم بصوت عالي.